واضح جدا يا فندم ان الجريمة كان هدفها سرقة المجني عليها. وواضح برضو جدا يا حضرة الضابط ان القاتل مرتكب الجريمة اضطر لاسباب وظروف فوجئ بيها يهرب ويبتعد عن مكان الجريمة. فعلا يا فندم، لانه ترك علبة مصاغ كانت موجودة على الشيفونيرة في حجرة نوم المجني عليها، ومبالغ واوراق مالية وعملات مختلفة في الادراج المفتوحة. واضح كمان انه فوجئ بوجود المجني عليها في شقتها يا حضرة الضابط. وبرغم ان شقة المجني عليها في عمارة كبيرة والرجل فيها كتير، الا ان الجريمة لم تكتشف الا صباح اليوم التالي لارتكابها. فعلا، والتقرير الفني بيؤكد ان الجريمة تمت ما بين الساعة 11 والساعة 12 مساء. كنت طلبت يا فندم استدعاء مقدم البلاغ عن الجريمة وتم استدعائه فعلا. يبقى يدخل حالا. ما كانتش تستاهل كل اللي حصل لها ده ابدا. انت اللي اكتشفت الجريمة يا علي وبلغت عنها الشرطة؟ ايوه باشا. لكن كانت ايه العلاقه اللي بينك وبين المجني عليها الحاجه اوتو القلوب؟ علاقه شغل يا باشا. الله يرحمها كانت بتتاجر في السكند. ايه بتتاجر في السكند يعني ايه؟ ايوه باشا، قطع عيار سكند، ادوات صحيه سكند، وحاجات من النوع ده. ودي لا مؤاخذه حاجات مطلوبه في السوق وليها زبونها اللي بيجي لها لحد عندها. وانت كنت شريكها؟ لا بيه، كنت بساعدها في بيعها وفي تجميعها بالمزادات. وبصراحه كده كنا ناويين نكتب كتابنا ونتجوز الله يرحمها. التحريات بتقول ان المجني عليها كانت ارمله علي. ايوه باشا. وكل ما حددين يوم السبت اللي بعد اللي حصل ده بيومين عشان اتجوز، لكن بقى بيقول لله عمل اللي في دماغه ونفذ تهديده. بيقول لله. تقصد مين يا علي؟ خليل زينهم يا باشا. ومين بقى هو خليل زينهم ده؟ اخوها. ايوه اخوها. ما كانش موافق على الجوازه ورفضها، وهدد الله يرحمها وهددني انا كمان انه هيقتلها ويقتلني لو مشينا في الجوازه دي. وفي اخر مره لقيته قدامي في بيتي وبيقول لي الكلام ده، بقوله لك لاخر مره يا علي يا بيضه، ها؟ جوازك من اختي قوت القلوب مش هيحصل ولا يمكن يتم. قوت القلوب مش صغيره، وانا كمان مش صغير يا خليل، والجواز مش عيب ولا حرام. ثم يعني ده جواز، جواز هيكون على سنة الله ورسوله. اللي في سنها وتتجوز تبقى ناوي تضحك عليها الخال، وتخليني انا واخواتها مضحكة وفرجة ومسخرة بين الناس. ثم يعني جوازها منك انت بالذات حدوتة بايخة ما حبش اسمعها بالمرة. الحاجة قوت القلوب مش محتاجة الخليل يكون واصي عليه. بقولك ايه، جوازك من اختي قوت القلوب مش هيحصل، ولو وصلت للقتل يبقى حقتلها وقتلك. وتفتكر خليل زينهم اخو المجني عليها ممكن يكون نفذ تهديده وقتلها؟ مفيش غيره يا باشا، مفيش غيره اللي يعمل كده. وهي الله يرحمها كانت خايفة منه وقلبها مش مطمن، لانه زي ما هددني هددها برضو اكتر من مرة. وفي اخر مرة شفتها فيها لقيتها بتقول لي خليل سراني وقلبه اسود وطمعان فيا يا علي. ايوه، بس احنا ما بنعملش لا سمح الله حاجة تغضب ربنا، احنا هنتجوز، والجواز لا هو عيب ولا حرام، ثم احنا كمان مش عيال صغيرة يا قوتة. وعشان ما احناش عيال ولا صغيرين نبقى نفكر بعقل ونصبر ونحاول نقنعه بالهداوة. حكي ما انا عارفة اخويا خليل لما يعند ويركب راسه، وبصراحة بقى خليل ممكن يعمل اي حاجة وممكن يقتلني. طب والله العظيم يعملها يا علي ويقتلني. يعني انت بتتهم اخو المجني عليها خليل زينهم بارتكاب الجريمة وقتلها يا علي؟ ايوه باشا، خليل هو اللي قتلها. الله يرحمها الله يرحمها بقى. التحريات فعلا بتؤكد ان علي البيضة كان هيتجوز من المجني عليها قوت القلوب، وبتأكد كمان ان خليل ده كان معترض فعلا على الجوازة حضر الضبط، وجايز جدا يكون بالفعل نفذ تهديده. وده اللي يخلي علي البيضة يتهمه بقتل المجني عليها. والمدعو خليل زينهم موجود دلوقتي يا فندم. يبقى يدخل نسمع اقواله فيما هو منسوب اليه حضر الضبط. انا بيه قلقت الاخت قوت القلوب، مش ممكن، مستحيل، دخلها عليا وعلى بيتي وولادي. بس انت هددتها يا خليل، هددتها وهددت علي البيضة. علي البيضة كان طمعان في فلوسها بيه،
وبعدين كمان والعياذ بالله سمعته بطالة، وهي بعد موت جوزها الله يرحمه وحدانية لا عيل ولا تيل، عندها فلوس في البنك وفلوس في البيت وفلوس في السوق، يعني لقطة الواحد زي علي البيضة. وده اللي خلاك تهددها وتهدده وترفض جوازهم؟ انا قلت اخوفهم يا بيه. ولما ما خافوش نفذت تهديدك وارتكبت الجريمة وقتلت المجني عليها؟ ما حصلش يا بيه، ما حصلش. علي البيضة بتهمك يا خليل بقتل المجني عليها. طيب يا بيه وليه ما يكونش هو اللي قتلها؟ يقتلها ليه وازاي وهو كان ناوي يكتب عليها ويتجوزها؟ ما هو مش لازم يا بيه يكون هو اللي قتلها بنفسه. يعني ايه بقى؟ يعني ممكن جدا تكون اخت الله يرحمها اتقتلت بسببه هو برضو. يعني ايه؟ علي البيضة منه لله بقى طلع في دماغ الله يرحمها يفتحوا مكتب تسفير. قال ايه؟ يسفروا الولاد والشبان الصغيرين، طب والنبي والكبار كمان. قال يسفروهم بلاد برة، ايطاليا، ليبيا، اليونان، حتى كوالا لمبور، وياخدوا من النفر الواحد كذا الف جنيه. والكلام ده ايه علاقته بقتل المجني عليها يا خليل؟ من 10 ايام كده او جمعتين وقبل ما يحصل اللي حصل لقوت القلوب، جالي واحد اسمه مصطفى السرياقوسي وقال لي عايزك في كلمتين. قلت له قولهم. سمعته بيقول لي. انا جيت اتكلم معاك انت الاول عم خليل قبل ما تصرف تصرف تاني خالص. خير يا ابني؟ في ايه؟ شوف بقى، انت اخوها والناس في الحي كله بيتشكروا فيك وبيقولوا انك حقاني، وده اللي جابني عشان اشتكي لك منها، هي والاخ ده اللي اسمه علي البيضة. وحصل ايه منهم؟ اخدوا فلوسي 7 بواكي، 7000 جنيه عشان يسفروني اليونان، وفات شهر واتنين ومش باين سفر ولا غيره، وفي كل مرة اسألهم اسمع كلامي خدرني ويثبتني، واديني لا طايل سفر ولا طايل فلوسي. ومطلوب مني ايه بالظبط يا مصطفى يا ابني؟ تجيب لي منهم فلوسي 7000 جنيه بتوعي اللي ربنا يعلم انا جبتهم ولميتهم ازاي. يبقى احسن لك بقى يا مصطفى تروح تبلغ عنهم الاتنين والحكومة ترجع لك فلوسك. ما انا ما فيش تحت ايدي ورقة منهم، ومع ذلك جايز ابلغ، لكن فلوسي هاخدها منهم، هاخدها منهم وغصب عنهم بالذوق بالعافية هاخدهم، ويا فلوسي يا عمرهم واللي يكون يكون. وتفتكر الاسم مصطفى السرياقوسي ده ممكن يكون نفذ كلامه وقتل المجني عليها واخد فلوسه؟ معرفش بيه، لكن الجدع كان هايج ومتعصب وشكله بيقول انه ناوي على الشر. انا قلت لها الله يرحمها علي البيضة ما يلزمكيش وجوازك منه مش لازم يحصل، وما كانش هيحصل ابدا ابدا. في الفترة الاخيرة ومن حوالي تقريبا سنة اشتغلت المجني عليها بمساعدة علي البيضة في سكة تسفير الشباب الصغير اللي بيدور على عمل او وظيفة ومش لاقي، وجمعت فعلا مبالغ كبيرة من عدد كبير منهم. البعض سافر ورجع مترحل بالشرطة، والبعض مع الاسف لا طال يسافر ولا طال فلوسه. ومنهم اللي اسمه مصطفى السرياقوسي اللي جه اسمه في اقوال اخو المجني عليها خليل زينهم. مصطفى السرياقوسي موجود لسماع اقواله. خلاص يبقى يدخل فورا يا حضرة الضابط. معرفش حاجة خالص، لا اعرف امتى اتقتلت الحاجة ولا ازاي ولا مين قتلها. معرفش غير ان فلوسي ضاعت ومستقبلي ضاع. لكن حصل انك قلت لاخو المجني عليها انك هتاخد فلوسك غصبا عنها، ويا اما فلوسك يا عمرهم، وده تهديد واضح يا مصطفى. ما هو لو حضرتك عرفت انا جبت ال7000 دول ازاي ومن مين. جبتهم ازاي ومن مين؟ انا سرقتهم. ايوه سرقتهم يا بيه، والله العظيم كنت سارقهم، وسارقهم من مين؟ من اختي. ايوه من اختي نورة، خطيبها ابو السعود كان حاططهم وشايلهم معاها عشان هيدفعهم غربون شقة في العمرية يتجوزوا فيها. سرقتهم وديتهم للحاجة قوت القلوب وعلي البيضة. والمصيبة ان اختي عرفت ان انا اللي سرقتهم
واختك عرفت ازاي يا مصطفى؟ لقيتها داخله عليا الاوضه وبتقعد جنبي وبتقول لي. وعملت بيهم ايه يا مصطفى؟ عملت بيهم ايه؟ اللي هم ايه يا نوره؟ طول عمرك ما بتعرفش تكذب، ما بيلاقش عليك تكون كذاب. مش فاهم انت عايزه تقول ايه. لا انت فاهم يا مصطفى، فاهم انا اقصد ايه. بقولك مش فاهم. ال7000 جنيه. ايه ال7000 جنيه دول؟ مش بتوعي، دول فلوس خطيبي ابو السعود، شايلهم معايا عشان هيدفعهم عربون الشقة اللي هنتجوز فيها على ايد الكبير. وبتقولي لنا الكلام ده ليه؟ عشان الفلوس دي انت اللي اخدتهم يا مصطفى. وش معنانا يعني اللي تقولي لي اخدتهم؟ اش معنانا؟ ما هو يا انت يا انا يا امينا اللي ما بتسيبش السرير من سنتين وربنا بقى يشفيها. ما يمكن ابو السعود خطيبك. ابو السعود هو اللي قال لي انك خدتهم. ليه يعني؟ شافني ولا شافني ولا كان شافني يعني؟ ابو السعود مش هيسكت. مش هيسكت؟ هيعمل ايه يعني؟ هيبلغ البوليس يا مصطفى. ايه؟ هيقول لهم انك حرامية وهيتهمك انت بسرقة فلوسه. لا هيتهمك انت. ولا يقدر لي على حاجة. على العموم ابو السعود عايز يتكلم معاك وزمانه جاي. وهيتكلم معايا في ايه؟ اهو لما يجي ويكلمك هتعرف اللي عايز يقولهولك. لكن بقولك ايه، هي اللي اسمها قوت القلوب دي ساكنة فين؟ ابو السعود ما بلغش البوليس ضدك واتهمك بالسرقة مصطفى؟ لا بيه، لكن قال لي انه لو عرف عملت ايه بالفلوس مش هيزعل وهيتصرف. المهم انك في النهاية اعترفت له بسرقة 7000 جنيه. ايوه قلت له الصراحة، اصل كنت مخنوق مخنوق باللي حصل من الحاجة قوت القلوب وعلي البيضة. كان نفسي اعمل اي حاجة وياهم، اسمهم، احرق بيوتهم، اسرقهم، اخد فلوسي، اي حاجة. لكن كنت قليل الحيلة، جبان، مش عارف اعمل اي حاجة. ابو السعود خطيب اختك قال لك ايه؟ قال لي انه هيبلغ البوليس وهيقدم بلاغ للنيابه ضد الحاج قوت القلوب وعلي البيضة وهيدخلهم السجن ويرجع لي 7000 جنيه. وبلغ البوليس فعلا يا مصطفى؟ معرفش يا بيه، والله العظيم ما اعرف. لكن اختي نوره قالت لي انه لا يمكن هيسكت وهيقابلهم. دفع موجود يا فندم بالنسبه لاخو المجني عليها خليل زينهم، ونفس الدافع برضه موجود بالنسبة لواحد زي مصطفى السرياوسي أو أي واحد في نفس الظروف اللي تعرض لها مع المجني عليها وعلي البيضة. وجاء في أقوال مصطفى حضر الضابط إن أخته نورة قالت له إن خطيبها أبو سعود هيبلغ الشرطة والنيابة ضد المجني عليها وعلي البيضة. والتحريات بتقول إن ده ما حصلش يا فندم. وجاء أيضا في أقواله برضه إنها قالت له إن أبو سعود مش هيسكت وإنه هيقابلهم ويتفاهم معهم. فعلا، وده اللي المفروض نتأكد من حصوله يا فندم. ابو سعود موجود احنا بالظبط. ابو سعود مذكور خطيب نوره اخت مصطفى السرياوسي مسافر بورسعيد وراجع بعد بكره، لكن نوره السرياوسي موجوده يا ست لوكي. يبقى يا ريت نسمع اقوالها. عايزني اقول ايه يا بيه؟ تقولي كل اللي عايزين نعرفه منك يا نوره. زي ايه يا بيه؟ انت سالت اخوك مصطفى عن عنوان المجني عليها قوت القلوب زينهم. ايوه طبعا يا بيه، ومش بس كده، انا روحت لها في شقتها وقابلتها واتكلمت كمان معاها. وقلت لها ايه بقى وقالت لك ايه؟ كانت لوحدها، ست كده بتتكلم بالعين والحاجب، ست قادره وذوقها كتير ومتدندشه بالقوي. قلت لها تعرفي مصطفى السرياوسي؟ بصيت لي كده بيه من فوق لتحت وقالت لي ويطلع مين بسلامته، ما تاخذنيش يا حلوه، اهي الاسطمبه واحده ما بيفرقوش يعني. كان جالك يعني عشان تسفريه اليونان؟ انا ما بسفرش يا روحي. واخدتي منه 7000 جنيه؟ حتة واحدة واعمل بيهم ايه يا حلوة؟ عشان تسفريه. ما قلتلك يا حبيبتي انا لا بسفر ولا بزمر. اخويا سرقهم من فلوس خطيبي اللي شايلهم معايا وجاه ودهم لك. يبقى اللي اسمه ايه ده اخوكي؟
حرامي يا الدلعادي. ما هو لو ما رجعتيش فلوسي احنا هنبلغ البوليس. وما بلغتيش البوليس ليه قبل ما تيجي وتشرفيني يا روح قلبي؟ ابو السعود مش هيسكت. وابو السعود ده مين؟ ده راخر ابو رجلي مسلوخه ولا الرجل الاخضر ولا حاجه كده زي انفلونزا الفراخ؟ يختي الشر بره وبعيد. طب والله العظيم والله العظيم ثلاثه الفلوس دي تلزمنا ولا نحتكم على غيرها وكان من كل بعد ندفع حرب ونشقة. بقول لك ايه يا حلوة، لو كنت ناوية تعملي لي فيها شفيعة القطية ولا فيلم جعلوني مجرما، خدي بعضك وامشي من هنا. اللودني وما اعبد تطلع في دماغي اصطعد في قضيك اداب طحناتك العمر كله. انت لسه قاعدة يا شاطرة؟ وطبعا قلت اللي حصل من المجن عليها معاكي لخطيبك ابو السعود ولاخوكي مصطفى. انا ما كنتش عايزه اقول حاجه لمصطفى اخويا بيه عشان عارفاه ممكن يتهور ويعمل مصيبه، لكن هو اول ما شافني وعرف اني كنت معيطه فضل ورايا لحد ما قلت له كل الكلام اللي سمعته من حاجه قوت القلوب. راح ناطت من قدامي وجاري وهو بيبرطم، خفت عليها بيه، رحت متصله بابو السعود وطلبت منه يلحقوا قبل ما يعمل مصيبه بيه ويودي روحه في داهيه. ها ولحقوا يا نوره؟ ايوه يا بيه، ابو السعود لحقه وعقله وطمنه على فلوسه وقال له انها هترجع. الحمد لله يا بيه الحمد لله، بعد يومين لقيته بيديني السبع بواكي وبيقول لي اوعي تقولي لمصطفى انهم راجعوا، احسن مصطفى عيل وكلامه كتير. ما هو الحلال يا بيه ما يروحش غدر. انت اسمك بالكامل ايه؟ ابو السعود مذكور مرسي ايه؟ حطاطة؟ ايه يا باشا. فلوسك اللي سرقهم مصطفى اخو خطيبتك نورة واداهم للمجن عليها وعالي البيضة عشان يسفروا اليونان. ماله ما بيه؟ انت رجعتهم؟ اخدتهم من المجن عليها ورجعتهم لخطيبتك؟ ما هي الفلوس فلوس يا باشا. واخدتهم ورجعتهم ازاي بقى يا ابو سعود؟ قلت لهم عايز الفلوس ال7000، اعطوني فلوسي. قلت لمين بقى؟ لمين يعني؟ مش فاهم. قلت للمجن عليها الحاجه قوت القلوب ولا العالي البيضه يعني؟ قلت للحاجه قوت القلوب الله يرحمها وطلبتهم منها. وكانت لوحدها؟ لوحدها ازاي يعني؟ بصراحه مش واخد بالي ومش فاكر. ومش فاكر كمان الساعة كانت كام في الوقت ده؟ لا. طب رحت لها بالنهار؟ باين كده. مش متأكد؟ لا. أبو السعود يا حطاطة، أنا ما قتلتهاش. تبقى تتكلم أبو السعود. أتكلم أقول إيه؟ تعترف. أنا ما قتلتهاش. لكن تعرف مين اللي قتلها؟ ها؟ ممكن أقعد بيه؟ ها؟ أقعد. أنا كنت ناوي أبلغ البوليس والنيابة ضد الحاجة قوت القلوب والأخ علي البيضة، لكن وأنا قاعد على القهوة اللي في وش الاسم لقيت اللي جاني وبيسلم عليا وبيقعد جنبي ويقول لي اطلب لي شاي وحجر معسل وبعدين اديني ودنك واسمعني كويس. قلت له قول سامعك يا بيضة، وابتدى يتكلم ويقول انت ليك عندها 7000 وانا ليا عندها 50000 وهي الفلوس عندها بالكوم اتسعرت وكترة الفلوس سعرتها وخليتها تبيع اهلها ولا حد يهوب من فلوسها، بقت حاجة كده زي السلعوة اللي بيقولوا عليها ابو السعود اخويا. بس انا سمعت كلام انك لمؤاخذة ناوي تكتب عليها وتتجوزها بيضة. اللي يعبد الفلوس زيها ملوش امان ولا حبيب كمان، والظاهر كمان حطت عينها على غيري، مليان قوي وبيلعب في العملة، وربنا بقى يسهل لها ويسهل لنا احنا كمان. سهل لنا ازاي يعني؟ احنا عايزين ايه لا مؤاخذة؟ عايزين فلوسنا. خلاص ناخد فلوسنا وباي باي، هي في حالها واحنا في حالنا، تاخد ال7000 بتوعك وناخد اللي ليا عندها. وهناخد فلوسنا ازاي منها بيضة؟ شوف ايه، هي الليلة دي بيت عند خالتها في كفر الدوار. ايه. وشقتها هتبقى ما فيهاش حد. ايه؟ هنسرقها ولا هنسرقها؟ ما تبقاش عبيط، امال يسرقها ده ايه؟ احنا هناخد حقنا وفلوسنا ومليم زياده
قسما عزما ملناش فيه ولا مد ايدنا عليه. ايوه بس انا ماليش في الامور دي خالص. وحياتك ولا انا. لكن كمان الحق اللي يهون على صاحبه يضيع ويتاكل وينضرب صاحبه على قفاه. ايوه لكن انا مالك هنشي. احنا هنروح بعد العماره ما تهدى والرجل تقل قوي، وتقف انت ندرجي وادخل انا واجيب 57,000 جنيه بالتمام والكمال، لا يقلوا ولا يزيدوا. تاخد سبعتك واخد انا فلوسي، ولا من شاف ولا من دري. قلت ايه يا ابو السعود اخويا؟ فلوسنا بس على بيضة واكتر منه بمليم واحد يحرم علينا يا صاحبي. تم ضبط واحضار المدعو علي البيضة. وابو السعود؟ ابو السعود برضو موجود يا فندم. يبقى يدخل على البيضة اولا عشان نسمع اخواله حد الزبط. انا كنت ناوي اسرقها بس، وما فكرتش في اي حاجة غير كده، وكنت عارف ومتأكد انها مسافرة كفر الدوار تحضر فرح بنت خالتها وحتبات عندهم. لكن فوجئت بيها موجودة في شقتها. انا دخلت اوضة نومها وبدأت افتح الدولاب وادور على الفلوس اللي بتشيلهم جواه. فوجئت بيها بتصحى من النوم وبتولع الاباجوره وبتصرخ. دي نطت زي الوحش، نطت زي الوحش من فوق سريرها ومسكت التمثال النحاس اللي فوق الكومودينو وهجمت عليا عايزه تضربني بيه، وهي بتقول لي يا حرامي يا كلب يا نجل. لقيت نفسي بخطف التمثال من ايدها وبنزل بيه على دماغها مره واثنين من غير ما احس، من غير ما احس انا بعمل ايه يا بيه. واخدت اللي لقيته قدامي وجريت. قتلتها علي؟ ولا كان في نيتي اقتلها، ولا كنت متوقع الاقيها في شقتها في الليله دي. ابو السعود؟ ابو السعود كان واقف ندرجي زي ما قلت له، ولحد ما خرجت من شقه قوت القلوب ونزلنا اخدنا تاكس ورحنا الشلالات وقعدنا وعطيته فلوسه. قال لي عملت ايه؟ قلت له قتلتها. قعد يلطم ويعيط ويشتم ويشتم روحه. ايوه انا اللي قتلتها. رفضت تتجوزني ورفضت تديني فلوسي اللي عندها ليا، خلعتني وبعتني وحطت عينها بعيد عني. بس والله ابدا ما كنتش ناوي اقتلها، لكن الظاهر هي كانت لازم تتقتل وتموت ولازم تنتهي عشان انتهي انا كمان. ايوه انتهي انا كمان انا كمان. بعد الاطلاع على الاوراق وبعد سماع شهادة الشهود وبعد سماع مرافعتي النيابة والدفاع وبعد الرجوع الى مواد قانون العقوبات والقوانين المعدلة له، حكمت المحكمة حضوريا اولا على علي السيد زكي البيضة بالسجن 15 سنة، وثانيا على ابو السعود مدكور مرسي حطاطة بالسجن 7 سنوات. رفعت الجلسة.